أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي الكرام أسرة قناة إلياس نيوز. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم والله يحفظكم والله يجيكم من كل سوء سيداتي وسادتي. إذا الموضوع ديال اليوم فيه خمسة ديال الفقرات كالعادة وفقرات اللي هي مهمة ومثيرة جدا. غادي نتكلموا غادي نطرقوا بزاف ديال الحوايج اللي هي وقعت كمستجدات اليوم، لا بخصوص كبرانستان ولا بخصوص ما جرى يعني في الأمم المتحدة ولا ديال البوليزاريو ولا على الحدود ولا 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 ولا، ولكن قبل كل شيء سيداتي وسادتي، قبل كل شيء رحم الله الأميرة لالا ملكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي عمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وشفاه وعافاه وحفظه من كل سوء. سيدة اللي لبت نداء ربها اليوم هذا الصباح ومشات عند الرفيق الأعلى، العمر ديالها كان 88 سنة. إذا تعازينا الحارة أصالة عن نفسي وعن الطاقم ونيابة عنكم أسرة إلياس نيوز، نتقدم لجلالة الملك نصره الله ولأبنائي وبناتي الأسرة العلوية الكريمة بأحر التعازي، وإن لله وإن إليه راجعون وعزاؤنا واحد. قدروا يعني تقدموا التعازي في التعاليق. طبعا خص الجميع عرف في الداخل وفي الخارج على التحديات، مش احنا اللي تنقلوا عليها بالحق، لا إلا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. احنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي. خلاصة القول إلا بغينا نتكلموا على الإعلام الجزائري اللي ما كيختلفش نهائيا عن نظام الكبرانات، إعلام كيضحك على الشعب كيف ما كيضحكوا هاد الخونة أدناب فرنسا. أنا دائما كنقول أدناب فرنسا كلاب المجوس، هذه هي الصراحة ما أعتقد، لأن فرنسا كتبقى دائما وأبدا أنها لا تحب لنا الخير البتة، وإنما تحب مصالحها فقط. إذن حنا كنهضروا الآن على الإعلام الجزائري، الإعلام الأضحوكة المهزلة المسخرة كيقلب على أي شيء باش ينفس به على الشعب الجزائري وينسيه ما استطاع الأزمة الخانقة اللي كتعيش فيها البلاد. أعطى هذا الإعلام أعطى واحد الوقت كبير يعني الأخبار الزائفة والكاذبة على المغربي وعلى أهله في الوقت اللي والله لو أعطى ربع أو ثلث ما يعطيه من اهتمام، يعني الاهتمام الإعلامي اللي هو يوميا صباح مساء، إلى أعطاه المشاكل الشعب الجزائري اللي نتمنوا يعني ألا يموت جوعا وعطشا، اللي هو الأمر الآن كذلك، وأنا غنثبت لكم بالدليل في هذا الفيديو بالدليل. زعما كره بخير ولا خير والشعب كره على الاقل يبينوا لي اشواقه، ولكنهم كما سبق وقلت في كثير من الفيديوهات يستحمرون الشعب المسكين ويستحمرونهم ويستبغلونهم ويستكلبونهم ويستشبعونهم و يعني السجون الى السجون، ممكن الاعتقالات الان خاصه في جمهوريه القبائل. أشنو هذا الاستحمار والاستبغال؟ مثلا أنا عجبني هذا نقدروا نقولوا عليه كاريكاتير، هذا اللي كتشوفوا في الصورة هذا مجيدو وهذا خانز الريحة اللي هو الشنقريحة، مجيدو اللي هو تبون عرفتو من قبيلة بني كدبون، هذا مواطن تم استحماره. كيفاش تم استحماره؟ هو كيشوف في المراية من المفروض يشوف راسه حمار، وطبعا أنا راه ممكن عمش مع كامل احتراماتي للشعب الجزائري اللي أنا متيقن وعارف على أن هناك فئة عريضة جدا اللي هي تسعى إلى تغيير هذا المنكر وتسعى إلى تحرير الجزائر من الاحتلال الدكتاتوري الخبيث الذي اغتصب النساء والبنات في العشرية السوداء، ولا زال الآن يغتصبونهم بالقرقوبي الحبوب المهلوسة، يغتصبونهم بجميع أنواع المخدرات، يغتصبونهم أنك تلقى في البيبان. أنا شفت شي فيديوهات وشي مقاطع والله الله المستعان. على كل حال كيبينوا المواطن الجزائري نفسه في المراية من المفروض قلت يشوف راسه حمار، لا كيبينوا له راسه أسد كيخليوا الإنسان أصعب شيء هو تستغفل نفسك وتكذب على نفسك. في حال شي وحدين شفتهم في شي مقاطع عيادا بالله يحيى الشنقريحة
يحيى الشانقري ها يحيى الشانقري كيديروا بحال داكشي ديال شي ديال الهنود مساكن هكا فاش كيتخيلوا راسهم طايرين فوق التران وشويه جات هليكوبتر وتعلق في داكشي ديال غراندايزار روسو متحركه داكشي ديال التنين وداك التنين راه شو تعقلوا عليه ديك اللي كيقول لباه ابي ابي اريد ان اصبح رجل اطفاء كيقول لي باه لا لا يا ولد هذا عمل فيه عناء كيقول لي اريد احب الخير احب الناس هاد احب الخير احب الناس هي اللي قال بني بني كدبون هذاك تبون ولد كلبون اللي قال لك انه طلقتها لكم البارح انه ليبيا وفلسطين وسميتو ما نعرف ايه والصحراء الغربيه واقفين ما يقدروش يعيشوا يعني بلا مساعدات ديال الجزائر مسلمين امرهم الجزائر والمساعدات نتاع الجزائر بالنسبه لليبيا بالنسبه للساحل بالنسبه للصحراء الغربيه وبالنسبه للقضيه المقدسه نتاعنا اللي هي القضيه الفلسطينيه هكا بني كلبون ملي كيبدا يكذب على راسه ويستغفل نفسه حتى كيولي عايش في واحد البروباغندا كيولي عايش في واحد الفانتازيا كيولي عايش في عالم الكرتون ولا هذا اشتهت لكم دابا فكرتكم خاصه الناس ديال السبعينات والثمانينات وكذا اللي عاقلين على هاد الرسوم المتحركه اللي تفرجنا فيهم حنا ماشي حنا بغيت نقول بابا انا راه باقي الحمد لله على 27 سنه دابا طالع في 28 مهم نكملوا في الموضوع ديالنا باش ما نمشيوش هكا بعيد عاود بحال حضارين في شي عرس نبقاو نتعاودوا شحال في عمرك انت وانت ويا اختي وكذا المهم غنمشيو ناكد لكم لان حنا كنقولوا ان الطوابير صفا صفا على الزيت والدقيق والسميد كيردوا علينا في بعض التعاليق او في شي فيديوهات اخرين شي بعض الخونه والمرتزقه وبعض الانفصاليين وبعض يعني الهمج الرعاه كيقول لك لا هادشي ما كاينش هانتوما هادو شوفوا شي واحد يرد عليا كاع في الجزائر كلها يقول هاد الورقه هادي واش مزوره شوفوها قدامكم واضحه راه مطبوعه رئيس اللجنه طبعها صمتوا معايا مزيان الله يرحم لكم الوالدين يعلنوا مكتب لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الضرائب لولاية الوادي جميع الموظفين الراغبين في الحصول على مادة اش زيت المائدة نوع إليو أنه تم التواصل مع أحد التجار لتوفير مادة الزيت بسعة 5 لتر فقط البيدو ديال 5 لتر كلشي حداكم المخير يجي يقول لي هذه راه مزوره هذه راه من الولايه خارجه حنا العيون ديالنا والمراسلين ديالنا في كل مكان يعني كيعطيونا حويجات اللي هي ما علينا فعلى جميع زعما كنهضر بحال انا هو الجزيره الله يسمح لي ولكن كنعطيكم القاعه الخبيره الليل مع النهار بعض المرات راه ما كنعش ولكن بلا ما نبقى نشكي لكم داكشي ديال دائما دموع فحنا هذا واجب وطني وهذا نضال يجب علينا يعني قدر الاستطاعه ان ننبه وان نطهر بعض العقول الفاسدة ونظهر الحقائق الخفية على كثير من الناس إذا نكملوا شوفوا معايا فعلى جميع المستخدمين الراغبين في الاستفادة من هذه المادة تسجيل أنفسهم في قوائم على مستوى كل مصلحة مع تسديد المبلغ نقدا كاش لمن إلى مسؤول لجنة الخدمات الاجتماعية التابع للمصلحة على أن لا يتعدى العدد أونو واحد قنينة قرعة أونابوطية قرعة ذات سعة 5 لتر للموظف علاش ملي قلنا لكم ذاك النهار راه شدينا ما يفيد على أن القزاري إلا بغيتي تدي من عنده 3 كيلو د اللحم أو 4 خصك تجيب تمشي تجيب الرخصة من المقاطعة ديالهم وبحال القيادة عندنا وتمشي تجيبها باش تمشي تشري اللحم إذا جاي عندك العائلة بحال إلا والعائلة والحومة المخزن كلشي يسيق لك الخبار جاو عندك العائلة وعن على انك مطيب اللحم واش حنا كنبالغوا ابدا على كل حال وجدة مدينة وجدة وجدة الحبيبة عروسة المنطقة الشرقية اليوم كان فيها فتح استثنائي للحدود البرية المغربية وهذا الخبر هذا راه بزاف ديال الناس يعني حتى تنشر كالناري في الهشيم المركز الحدودي زوج بغال اللي قدامكم في الصورة هذا الحدود المغربي الجزائري اليوم في الصباح 28 سبتمبر تفتح بشكل استثنائي باش يسلموا ويتسلموا شباب مغاربة كانوا مرشحين للهجرة السرية تم التوقيف ديالهم في التراب الجزائري ولكن هادشي هذا امتى من شحال هادي كانوا يعني فحال اللي كيمشيو هنا كذا كانوا كيبغيو يمشيو كيبغيو يحرقوا من تما كانوا شدوهم كاين اللي وصل الاعتقال ديالو بقاو معتقلينو حتى العام ونص قال لك انهم كانوا غيعطيو 8 ولكن ولاو جمعوا كاع من هنا ومن هنا ومن اللي كاع جمعوا هذوك اللي كانوا يعني باقيين تما حاصلين وكذا اللي كانوا غاديين ناويين باش يحرقوا الصبنيول فهمتي باش يحرقوا الصبنيول على كل حال لان تما كينشط يعني بزاف في الشواطئ الجزائريه كينشطوا يعني المتاجرين في البشر اللي كيحرقوا هكا يعني وكيتسبوا يعني في القتلى نساء ورجالا بالعشرات واحيانا بالمئات فهؤلاء المتاجرين في البشر معروفين انهم تما كينشطوا
بشكل كبير جدا بشكل اكبر، لانهم كيديروا يدهم مع السلطات الجزائريه وكيعطيوهم من تحتها ومن فوقها ومن جنبها. فولهذا يعني هذا النشاط هذا تم منتشر. المهم اليوم صافي دخلوا المغرب، نطلبوا الله ييسر امرنا وامرهم امر الجميع، لان هذاك الشيء هذاك انا ما كنتفقش معاه. الله يحسن الاحوال للجميع، وانما باش تحرق وتغامر براسك وتخاطر. هذاك النهار كنا شفنا شي وحدين ديال افريقيا ما نعرفش شحال كدا 80 مراه وقيله اللي ماتت ومعهم اطفال صغار في هذيك الحاله. والله الدنيا ما تسوى شيء من غيرك بالله. مشيت انا شي ديسك عاود ديال جسمي وقيله هذاك المخرج، والله الدنيا ما تسوى وكذا حبيني بلا عقادي وداك الشيء. الدنيا ما تسواش تحرق وتموت والدراري الصغار. فهادشي اللي كنشوف. على كل حال غادي نمشيو باش نختصروا، لان ما بوخا كنقرا في لي كومونتير بقى تطول شويه بقى تطول شويه، ولكن كاين اللي ربما كيكون ما عندوش الوقت بزاف. وغندخلوا في موضوع اخر. الموضوع اللي غندخلوا فيه هو انه في الطياره هاد وزير الخارجيه ديال الجزائر اللي هو رمطان الحمامره، وكذلك هذا اللي كتشوفوا معه في الصوره هذا يسمى وزير الخارجيه ديال البوليزاريو. البوليزاريو فين كتوجد؟ في تندوف. تندوف فين كتوجد؟ في الجزائر. الجزائر فين كتوجد؟ في شمال افريقيا. رمطان الحمامره اش يكون وزير الخارجيه، وهذا اش يكون وزير الخارجيه ديالاش ديال تندوف فين؟ في الجزائر. يعني كلشي فين؟ في الجزائر. جوج وزراء الخارجيه في دوله واحده. ولكن المسرحيه اللي كيديروا، وكنقول لكم انا شحال من مره انهم يلعبون على خشبه المسرح، كيضحكوا كيحسبوا الشعب الجزائري كانه يعني مع كامل احتراماتي الشعب الجزائري كانهم يعني غير مجرد حشرات فاقدي عقولهم. كنقصد انا هادوك الناس خلي لهم عارفين غاديين في طياره واحده، في طياره واحده باش مشاو من الجزائر نيويورك، باش مشاو هذا سميتو هاد رقم 76 ديال الشيء الامم المتحده. ها ملي وصلوا تما كيف ما كتشوفوا قدامكم الصوره هذه، راه قاعدين تما في نيويورك وكيهضروا تما بحال ما كيعرفوش بعضهم، بحال هذاك في دوله ولا اخر في دوله، وبحال تلاقاو غير بارازار بحال اللي قال الشاعر وجيت بارازار ولقيتها في البار ومع النقاصه. اش قربني انا دابا الشاعر اللي قال هاد الهضره المخرج، انتم غير بعض المرات كتعطيني شي ادله في شكل. المهم نكملوا، كنتو قاعدين ودايرين داكشي ديال الافلام وكيجمعوا مع بعضهم وكيهضروا، ونداو بما انه الصحراء الغربيه وفيما ان الصحراء كذا، وكيهضروا على العيون ويهضروا على هادي ويهضروا على الداخله. تصوروا ناس عايشين في حلم، في فانتازيا، في فانتازيا، كيتكلموا كانهم زعما يلاه تلاقاو هما مع بعضهم وغيبياتهم مع بعضهم وراجعين مع بعضهم وعايشين مع بعضهم وكيسكروا مع بعضهم ويضربوا الكوكا مع بعضهم. يعني الكوكايين هما كاع بليين بالكوكايين، هذا سيرتو هذا ولد التبون ولد الشنقريحه وداك الشيء. كاين غير سطرني يا قاد هادشي، راه ماشي كنقولوا غير هكا، راه ولدو راه شدو عنده شحال هذاك 8000 كيلو ديال ما نعرفش شحال الحماق ديال الكوكايين. العجب العجب، هذا ولد تبون ولد كلبون. على كل حال ملي هاد البني وسخان انا كيقلقوني، واخا انا ما كيعجبنيش انا نستعمل يعني كلمات بعض المرات بحال هكا بني وسخان بني كلبون، وانما هذه هي المصطلحات التي تليق بهم وهذه هي الحقيقه، وما هذا الا توصيف لوصف ونعت يعني لمنعوت، وهذا واضح للجميع. تقدروا تخليوا لي واش دابا انا اعلم انني كنضر بزاف ديال الذباب الالكتروني وافراخ الاستعمار وليت كنقلقهم. حتى انا كيقولوا لي على انه في الجزائر كيتفرجوا فيا بزاف بزاف بزاف، وعاد عندي في الاستوديو ديال القناه كيعطيني بالضبط كل دوله شحال كيتفرجوا فيا. فيوميا كيشوفوني حوالي 15000 20000 هذه من الجزائر بوحدها يوميا، بعض المرات اكثر. فانا كنوجه لكم التحيه من هذا المنبر هذا اخواني اخواتي الجزائريين بكل حب وحنان وعطف ووئام، اقول لكم انقذوا بلدكم وحرروها، حرروها من الاستعمار العسكري الكبرانستاني حتى لا تصبح يعني اسم دولتكم طابوريستان وتبقى جزائر وتولي الجزائر حقيقة إذا ما أصبح فيها حكم مدني. وهنا يعني قد نعيش إخوة متحابين وهادشي هذا غادي يولي من التاريخ، ولكن بذهاب او سجن او اعدام العجز من العسكر وذويهم واذنابهم وكل العملاء والخونه. على كل حال طلعات جويه سيداتي وسادتي بالحدود الشرقيه المغربيه، القوات المسلحه الملكيه سيداتي وسادتي نفذت مؤخرا طلعات جويه في المناطق الحدوديه الشرقيه، وفي رد فعلها على هذه الطلعه العسكريه اعتبرت دوله جزائر دوله بين قوسين لانها دوله من دون هويه كما نقول دائما، واعتبرت ان هذا الشيء هذا هو يعني محاوله
ركزوا معايا مزيان الله يخليكم، محاولة لجر الجزائر إلى حرب، وهذا الشيء حسب ما يروجون هؤلاء. بحال واحد مستشار بين قوسين ديال تبون اللي البارح طلع قال لهم خصنا نحيدوا يعني المغاربة كلهم، كلهم اللي كاينين في الجزائر يمشيوا في حالهم، لا اللي عنده الأوراق لا اللي ما عندوش، يعني إشارات. أنا والله إلا المقال كاع عندي وكذا، ولكن ما بغيتش يكون الفيديو طويل بزاف. المهم المختصر المفيد فيه هو في حال ما كرهوش يرجعوا مرة أخرى عجلة التاريخ إلى الوراء إلى سنة 1975 فاش كان الملعون عليه من الله ما يستحق، يعني هذا أبو خروبة أبو مديان قبح الله وسعياه، اللي خرجوا حوالي 350 ألف مغربي مع المسيرة الخضراء كانت وقفت لهم هنايا. نظام عسكريستان النظام الجزائري شنو دار في المسيرة الكحلة؟ كل ما جات في حال هذه الأيام المباركة أيام عيد الأضحى المبارك سيداتي وسادتي كيستحضر التاريخ، هذاك الشيء اللي داروا حكام الجزائر في الأشقاء ديالهم المغاربة من طرد تعسفي وجلاء إجرامي فيما سمي بالمسيرة السوداء في عيد الأضحى الموافق 18/12/1975 هجمات السلطات الجزائرية على بيوت المغاربة اللي كيسكنوا في الجزائر وأخرجت النساء والرجال والشيوخ والأطفال بالقوة بين المطرقة والسندان، ولقت بهم في الكاميونات لقت بهم في الشاحنات وهم لا يعرفون سيداتي وسادتي أشنو غادي يدار فيهم فين غادي يديهم أشنو هو المصير ديالهم، حتى لقوا نفسهم في الحدود المغربية لا ملجأ لهم بعد الله إلا المغرب. لماذا يجلون من بيوتهم من ديارهم من أمتعتهم والوظائف والحقول والدكاكين ديالهم خلوها وراهم؟ علاش يفرق بين المرء وزوجه سيداتي سادتي على أساس عنصري بغيض؟ وعلاش يتلقى بهم في الحدود باش يعودوا ويرجعوا قسرا واقتصارا إلى الوطن الأم المملكة المغربية؟ وصلات الوقاحة بالسلطات الجزائرية لطرد المرضى المغاربة من المستشفيات وإلحاقهم بموكب الطرد التعسفي. تخيلوا معايا سيداتي وسادتي، بنادم يالله داير عملية جراحية وهزينه مرابعة في عز البرد في اتجاه المعبر الحدودي بلا رحمة بلا شفقة، عيالات مغربيات يالله والدين حيدوا لهم وليداتهم حيت الآباء ديالهم جزائريين وجروا عليهم في ظروف ترحيل قاسية، بحيت كاين فيهم اللي مات، كاين فيهم اللي تعرض لتشوه وإعاقة، ناهيك على الضرب والإهانة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجروا عليهم صباح عيد الأضحى والحوالة مدبوحين والحوايج ديال الدراري الصغار مشريين، وبداو كيخرجوهم ويجريو عليهم من ديورهم، داو لهم فلوسهم ذهبهم خرجوهم من السبيطارات، فرقوا المرأة على راجلها الوليدات الصغار على والديها إلى راجل عنده 4 ديال الأولاد، والمرأة مغربية المرأة تمشي بحالها والولاد يبقوا مع باهم، والعكس صحيح. فكارثة إنسانية كنتمنى في يوم من الأيام يتفتح التحقيق في هذه الجريمة اللي هي ضد الإنسانية. على كل حال بالنسبة اعتبروا قال لك هالطلعات وهالمناورات اعتبروها على أنها بحال إلا باغيين حنا نجروا الجزائر للحرب، في الوقت اللي المعطيات كتقول على أن الجيش المغربي دائما كيدير دائما زوينة دائما دائما كيقول على أن هاد الطلعات الجوية فهي مسألة عادية جدا على الحدود من باب تعزيز الأمن في هذه المناطق الحدودية ومراقبة كل ما يدور وكل ما يجري عن قرب، فهذه من حقنا. فكيف يعني عشرات ديال الطائرات اللي هي تابعة للسلاح الجو المغربي قامت بهذه المناورات، نفذت من خلالها طلعات متتالية باش ترصد التحركات ديال القوات المعادية، قوات ما يسمى بجا زائر، وهذا الشيء هذا. ولكن شوف كيفاش اللي فيه الحس كيقفز، كيقفزوا اللي فيهش واش قلت انا قلت انا دابا عرفت العبر العربيه عندي شويه ثقيله، حنايا في لا فرونس ما كنهضروا شويه بزاف كاين صعب نسالينا الحلقه بركه، انا كيبان ليا واقيله سالينا صافي ياك. اخواني واخواتي تبارك الله عليكم الله يحفظكم، كنت باغي نقول شي حاجه تنسات عليا اخرى. على كل حال حتى عطلنا دابا الليله
غادي تنزل هذه الحلقه معطله بزاف. لكم كل الاحترام والتحيه والتقدير. كان معكم اخيكم اخو كان معكم اخيكم اخوكم اخاكم كما جبت ومحبكم الياس. تبارك الله عليكم، وعاش الملك وعاش الشعب المغربي العظيم. واش غنقول لك، قبح الله سعي الكائدين المتربصين في امان الله. مع من حشرنا الله في الجوار، كنا نريد ان يعرف الناس النوايا الحقيقيه لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. ولله الحمد سبحانه وتعالى، فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقيه، قيمته البشريه، وقيمته السياسيه.